راني وجدت قبر لسيدي، بغيت ندي الجثة تاعو. تقدر تديه؟ اسمح لنا، رانا نتبعو في جثة سيدنا. غادي نعاونكم، بصح خفوا، السبت قرب. ما نقدرش نأمن، ما نزيدش نشوف يسوع. استنى دقيقة، ما راكش متفكر واش كان يقولنا يسوع ديما؟ واش؟ ايه تفكرت، يسوع كان يقول بعد 3 أيام راح يولي حي من جديد. شوفوا الحجرة تحركت. وعلاش تحوسوا على الحي ما بين الموتى؟ هو ما راهش هنا، راهو قام. تفكروا واش قال لكم كي كان في الجليل؟ لازم على ابن الإنسان يتسلم للمذنبين، يصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. تعرفوا هاي الحجرة من ناحية، كي دخلنا ما صبناش جثة سيدنا عيسى. كيفاش؟ ما صبتوش جثة سيدنا؟ ظهروا لنا زوج ملائكات يلمعوا بحال السمش، وقالوا لنا علاش تحوسوا على الحي بين الموتى؟ صح صح، أمنونا، صدقونا. شفنا الملائكات، روحوا تشوفوا القبر فارغ، وسيدنا ما كانش. بطرس لازم تأمننا.